النهارده بما ان يعني احنا هنعمل وصفات اتطلبت مننا، اتمنى يا رب تكون او تنول اعجابكم. اسمحوا لي اذكر كل مشاهدينا الكرام ب ان احنا معانا النهارده اصل الحلوب، سمنه بلدي 100%، طبعا موجوده في كل السوبر ماركت. كل الاصدقاء اللي سالوني انبوكس وعلى الصفحه وحتى على مطبخ عظيمه، هي موجوده في كل السوبر ماركت وفي كل السوبر ماركت الكبيره. اصل الحلوب متواجده ومتوفره. اي بقى حد بيسال بره مصر، انا ان شاء الله يعني انا حتى بقول اهو، والشركه اكيد هتبعت لي النهارده اعرف هم البلاد اللي بيصدروا فيها ايه، علشان كل اصدقائنا اللي بره مصر حتى لو في دول اوروبيه. اصل حلوب زي ما اتفقنا هي حاجه بتغنينا، سمن بيغنينا عن احنا نجيب الزبده البلدي وناخدها ونعملها او نجيبها من مصدر يكون مثلا احنا مش واثقين فيه قوي. لانه خلوا بالكم الزبده دي مرحله خطيره جدا، القشطه دي لو قعدت بره شويه زياده عن الوقت اللي المفروض تتعمل فيه هتمرر، وهيبقى فيه شكاوى كتير، وزي اللي كانت بتجي لي قبل كده لو مررت نعمل ايه، ويبقوا جايبين الزبده ومكلفينها والله ودافعين فيها الشيء الفلاني. بس في الاخر احسن لي ان انا اجيب طالما هي بقى بلدي 100% يبقى اجيب احسن السمن البلدي 100%. وعلى فكره السعر تقريبا واحد، فانتوا يعني المهم بقى تجربوا الطعم وتقولوا لي راي حضراتكم ايه.